حبي. تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين وبدعم من مجموعة المناصير، يقدم الفرقة الروسية العالمية إيغور مايسييف باليه للرقص الشعبي برقصات متميزة من أنحاء العالم في قصر الثقافة مدينة الحسين للشباب، الثلاثاء 22 أيار ولغاية يوم الخميس 24 أيار 2012 الساعة 8 مساء. يرصد ريع كامل التذاكر لمؤسسة الحسين للسرطان. للحجز والاستفسار هاتف 569-0292 و0795-338-86. تباع التذاكر في المركز الوطني للثقافة والفنون ميوزك بوكس وقيمتها 150,000 دولار بشهر نيسان. فازت بها وصال مصطفى احمد ابو رشيد والمدخر لدى فرع الاذاعه. يعني هاي مقوله ادخر لنفسك وبنك الاسكان كافات، يعني صح 1000%. مبلغ كبير، ويعني شكرا كثير لبنك الاسكان، واكيد مبلغ ما كنت يعني اتوقع اني احصل عليه بهاي السرعه، وان شاء الله بنحصل. مبروك للفائز بالجائزة الجوية وقيمتها 10,000 دينار. فاز بها أسمهان عبد القادر جابر عوض والمدخر لدى فرع البقعة. جائزة فيها من بنك الإسكان ومشكور كثير طبعا، راح أحطها يعني قصة أول. يعني أنا بنصح أي مواطن أو أخت أو أخ يعني إنه يدخل إلى بنك الإسكان. ادخر لنفسك وبنك الإسكان يكافئك. بنك الإسكان. قضية مهما كانت، سياسية أم اقتصادية، اجتماعية أم فكرية، كبرت أم صغرت، رأي مع والآخر ضد. أنتم الأغلبية الصالحة، أين هو رأيكم؟ أين الرأي الثالث؟ الملك يجري اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين ويؤكد حرص الأردن على تقوية وترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين. رئيس الوزراء يؤكد أن إحدى مهمات الحكومة الأساسية هي الوصول لإجراء انتخابات برلمانية هذا العام تحقيقا للرؤية الملكية في الإصلاح.